hi there I and my buddy Joe English are sending our regards today we continue to do a general English test for first year secondary English from uh, Gem let's share the screen and do that together شامل على الترم الأول من كتاب لأولى ثانوي okay so let's um, read the first question here okay Yeah My room is uh, always messy because of my little son. The synonyms of the word messy are إحنا عايزين مرادفين لكلمة messy في عندنا كلمة disorder اللي هي A وفي عندنا كمان untidy اللي هي E يبقى إحنا عندنا كلمتين مرادفين لكلمة messy اللي هي A disordered و E untidy طيب السؤال التاني The streets are very I can't even walk. يبقى إيه اللي ممكن أستخدمه كصفة للشوارع أنا مش قادر أمشي. يبقى ممكن be busy يعني معناها crowded في الحالة ديت be busy وكمان دي اللي هي crowded. هما الاثنين نفس المعنى. يبقى busy B و crowded دي. يبقى الشوارع مزدحمة جدا لدرجة أنا مش قادر أمشي فيها. يبقى إذا الإجابة B and D. بعد كده بيطلب مني اختيار افضل اجابه يعني وان انسر فنشوف السؤال الثالث بيقول the horrible accident was the of high speed يبقى was the result of high speed يعني كانت نتيجة للسرعة الفائقة يبقى B طيب number four Radhi suffers from a heart disease doctors recommend an urgent heart an urgent heart operation يبقى عايزين ايه heart plant, uh, transplant heart transplant اللي هي عملية زرع أو زراعة قلب يبقى transplant دي هي الإجابة الصحيحة طيب number five Sarah sent me uh, SMS just now she told me that our exams had been postponed يبقى إذن uh, B an SMS ان ليه قلنا ان لما اقول اس بتبدا بالساوند أه. اس اي لايك like اي يبقى احنا بنختار ان عشان آه الساوند اللي بتبدا فيها اس مش س ساوند لا اس يبقى اي اوكي يس يبقى عشان كده اخترنا ان اس ام اس برغم ان الاس في حد ذاتها نوت اي آه باول ما هياش فاول بس بقول ان آه عشان وانا بنطق اس ام اس بنطق فيها إي. ا او اي في الاول. طيب نمبر 6 بيقول uh, which is dried grape is much used in cooking يبقى currant، currant اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن عنب مجفف، ده بيستخدم في الايه؟ الطبخ يعني. يبقى currant which is dried grape هو عباره عن ايه؟ ال هو عباره عن عنب مجفف، بنستخدمه في الطبخ، يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 7 Don't look at my answer sheet. That is ما تبصش ورقة الإجابة بتاعتي ده يعتبر إيه؟ cheating. Cheating اللي هو غش يعني يبقى A. Cheating. طيب number 8 بيقول I am presently short of money. Uh, don't bother about that. I you alone. Don't bother about that. I يبقى I will give you alone. يعني حاجة بتتقال في في وقتها بدون اي اعداد او بدون اي arrangements بستخدم فيها ويل well. اوكي okay. طيب يبقى اي ويل جيف يو a لون اي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 9 بيقول unlike now i black coffee i only drank tea and fruit juice يبقى unlike now i wasn't used to black coffee i wasn't used to يعني ما كنتش متعود على القهوة I only drank tea and fruit juice يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة طيب number 10 be careful the car you it's very near يبقى be careful the car is going to hit you أيوة يبقى بالحالة دي حاجة هتحصل على وشك الحدوث أستخدم فيها إيه going to زائد الفعل يبقى خليك careful be careful or watch out it's very near يبقى في الحالة ديت بستخدم طالما إن حاجة على وشك الحدوث going to زائد الفعل يبقى is going to hit you يبقى دي طيب نمبر 11 بيقول he had a face as he had been working all day يبقى he had a tired looking face tired looking face يعني عنده باين عليه الإرهاق يعني يبقى بي tired looking الإجابة الصحيحة طيب نمبر 12 the little girl missing down uh, town. Her mother was very worried about her. يبقى went missing. أما أقول على somebody go missing يعني uh, يفقد يعني went missing كانت فقدت يعني محدش لاقيها موجودة فين uh, فكانت والدتها الآن عليه. يبقى the girl went missing في الماضي. يبقى بي. طبعًا أما بجيب missing بجيب قبلها go missing في المضارع أو went missing في الماضي معناها إن هذا الشخص فقد محدش لاقي مش عارف طريقه فين يعني يبقى بي طيب نمبر 13 بيقول I always use the chemo for my little brother كمال يبقى نيك أنا بستخدم دايما النيك نيم الاسم اللي هو كيمو يعني اسم دلع زي ما بقول نيك نيم معناها اسم دلع for my little brother كمال يبقى سي طيب 14 Um, Sarah has joined reading ever since she very young. has enjoyed يعني كانت بتستمتع بالقراءة ever since ها huh? يبقى number fourteen she was young منذ أن كانت صغيرة ever since she was young أو very young يبقى إذن A إيه؟ الإجابة الصحيحة طيب ننتقل للسؤال number fifteen uh, the manager is going to the mechanic because his car uh, every month يبقى is going to the mechanic because his car 15 is repaired every month طبعا every تدل على المضارع اللي هي حاجة روتين أو بتتكرر يبقى بستخدم is زائد تصريف التالت عشان هنا car is repaired يبقى verb to be زائد ال past participle اللي هي مبنية للمجهول يعني يبقى ايه طيب number 16 بيقول the plumber managed يبقى to fix the tab اللي هي C يعني نجح ان هو يصلح الحنفية and apologize for our neighbors واعتذر للجيران يبقى the plumber managed to fix the tap okay يبقى managed بيجي بعدها to زائد الايه الفعل managed to do something في الماضي managed to fix يبقى c طيب كده خلصنا جزء Vocabulary جرامر نشوف الريدنج مع بعض many researchers engineers and environmentalists are expressing deep concern about changes in the overall uh, climate of the planet. فصل يعني الكثير من الباحثين والمهتمين بالبيئه بيعبروا عن قلقهم بسبب التغيرات اللي بتحصل في المناخ على كوكبنا. اوكي okay? او على الكوكب. Fossil fuels are being continuously used to produce electricity. الوقود الحفري يتم استخدامه بشكل دائم لإنتاج الإيه أو لتوليد الكهرباء. The burning of these fuels produces gases like carbon dioxide. وطبعا حرق هذه هذا النوع من الوقود بيؤدي لانبعاث غازات مثل كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون ميثان، اند نيتروس اند نيتروس اوكسيدز which lead to global warming وكل الغازات دي بتؤدي الى الـ global warming او ارتفاع درجة الحرارة العالمي. طيب، uh, desertification is also leading to warmer temperatures، اوكي okay. التصحر ل desertification يؤدي إلى um, درجات حرارة أكثر دفئا. the hazard of global warming اللي هو ازدياد درجة الحرارة is continuously causing major damage. ده بيعمل يعني تدمير uh, كبير to the earth environment في البيئه بتاعت الارض. Most people are still unaware of global warming اللي هو درجه الحراره and do not consider it a big problem in the years to come. بعض الناس لسه مش عارف موضوع الخطر زياده درجه الحراره وان هو ما يعتبرهاش مشكله يعني. What most people don't understand is that global warming is currently happening. زياده درجه الحراره ده هو بيحدث الآن and we are already experiencing some of its weathering effects وإحنا بنمر بالتأثيرات المدمرة يعني It severely affects ecosystems يعني بيؤثر بشكل كبير على ecosystems النظام البيئي أو الأنظمة البيئية and disturbs the ecological balance ويعني بيؤدي إلى خلل في التوازن البيئي Therefore some solutions must be devised لذلك يجب ان احنا ناتي ببعض الحلول او يعني يبقى عندنا بعض الحلول لهذه المشكله alternative energy sources solar wind hydro geothermal uh, biomass يعني نشوف وسائل او مصادر طاقه بديله زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وطاقه المياه وغيرها من الانواع uh, need to be seriously pursued نحن يجب ان احنا نستخدم هذه الانواع Finding and using renewable sources is one of the methods to combat the ever-increasing global warming. Uh, إن إحنا نستخدم مصادر الطاقة المتجددة ديت أفضل حاجة عشان نكافح موضوع الزيادة درجة الحرارة. Effectively, since the continuous rise in the temperature of the planet is really upsetting. عشان uh, موضوع ارتفاع درجة الحرارة ده بيعمل uh, 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 upsetting يعني بيعمل disturbance او uh, مشاكل يعني. When sunlight reaches the earth, 30% of the earth's sunlight is sent back into space. 30% من uh, ضوء الشمس uh, بيتم uh, عكسه uh, خارج الغلاف الجوي while the remaining is absorbed by oceans والجزء المتبقي بتمتصه المحيطات. air and land والهواء والتربه او الارض. This heats up the surface of the planet وده بيؤدي لزياده درجه حراره سطح الارض. It is caused by anthropogenic activities. Okay. طيب. شوف بقى السؤال نمبر 17 بيقول desertification means a wide area of trees. تصحر دي معناه ايه؟ معناه clearing يعني احنا بإزالة a wide area of trees يعني منطقة كبيرة من الأشجار أو الغابات يبقى ده معنى التصحر ايه? طيب number 18 بيقول the underlined word it's referred to لو احنا رحنا للقطعة وشفنا كلمة it's اللي هي الضمير عايدة على ايه هو كان بيتكلم على ال global warming currently happening and experiencing some of its uh, effects يبقى هو عايدة على ال global Warming يبقى اتس ديت عايده على الجلوبال global warming يبقى بي الاجابه الصحيحه. طيب نشوف نمبر 19 burning fossil fuels global warming يبقى leads to يعني عايز اقول حرق الوقود الحفري leads to يعني يؤدي الى global warming زياده درجه الحراره. سي طيب نمبر 20 the synonym of the underlined word ecological is هي ecological نفس معنى environmental، يعني البيئي هو معناها الخاص بالبيئة، يبقى ecological هي نفس environmental، A. طيب 21 بيقول: uh, uh, using non-renewable sources of energy is not safe because استخدام المصادر الغير متجددة للطاقة هو غير آمن بسبب إيه؟ بسبب produces gases إن هي بتؤدي أو it produces gases like carbon dioxide. إن هي بتؤدي لانبعاث غازات زي ثاني أكسيد الكربون، يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ طيب نشوف سؤال 22: According to the passage, we the destructive effects of the global warming، يبقى we are already facing، وفقا للقطع إحنا بنواجه بالفعل الآثار المدمرة لازدياد درجة الحرارة، يبقى إيه سوري uh, سي are already facing، إحنا دلوقتي بنواجه هذا الارتفاع يبقى سي طيب سؤال 23 the best title for this passage is أفضل عنوان للقطع هنلاقي إن هو global disasters أو الكوارث ال global اللي هي العالمية زي ازدياد درجة الحرارة كده خلصنا الجزء الخاص بالريدنج شوف كده مع بعض translation تستطيع بعض الحيوانات تغيير لونها بلون البيئة المحيطة لتحمي نفسها أنفسها من حيوانات أقوى. فكل حيوان له خصائص تعينه على الحياة في بيئته الخاصة. في الحالة دي هنلاقي C أفضل ترجمة. Some animals can change their colors to match uh, the, their surroundings. تغير لونها عشان يبقى زي لون البيئة المحيطة to protect themselves from عشان تحمي أنفسها من stronger animals حيوانات الأقوى. Each animal has characteristics له خصائص uh, that help it live Uh, in its own environment عشان تساعده أنه يعيش في بيئته الخاصه، يبقى سي افضل ترجمه. الخطا اللي في الجمل الثانية ايه طيب؟ A some animals can exchange، exchange يعني يتبادل مش يغير، فكلمه exchange هنا غلط اكنك بتعمل تبادل مثلا في العملات او غيره، فهنا يبقى الكلمه دي غلط ويبقى بقيه الجمله غلط نستبعدها. طيب B some animals can change their colors to match their surroundings to prevent themselves Uh, from weaker animals عشان تمنع نفسها من الحيوانات الضعيفة لا هي المفروض إيه تحمي نفسها أول حاجة prevent غلط <applause> thank God prevent معناها تمنع مش تحمي مش protect والحاجة الثانية الحيوانات الأقوى هي stronger animals مش weaker animals يبقى في عندنا غلطتين في بي فبنستبعدها عشان كده طيب دي some birds هو انا بتكلم عن بعض الطيور انما الجمله الاصليه بتقول بعض الحيوانات وبالتالي من غير ما اكمل الجمله هي غلط عشان الكلمه دي غلط فاذا لو لقينا عندنا كلمه غلط حرف جر غلط زمن الجمله بدل ما كان ماضي نخ... عاملها في الترجمه مضارع او بدل مضارع نخليه مستقبل كل ده نستبعد هذه الاخطاء ويفضل عندنا اجابه واحده اللي صح في الحاله ديت سي طيب نشوف الترجمه from English to Arabic بيقول no one can avoid getting old as aging is a natural uh, process that gradually happens during early middle age many bodily functions begin to decline. لا افضل ترجمه هي ب لا احد يستطيع تجنب التقدم في السن لانه عمليه طبيعيه تحدث تدريجيا بمرور الزمن. طيب ايه الخطا اللي في ايه؟ لا احد يستطيع تجنب التقدم في السن لانه عمليه صناعيه، لا. it is a natural process عمليه طبيعي يبقى استبعد ايه عشان الصناعيه دي. طيب سي uh, بيقول لا احد يستطيع تجنب الصغر في السن لا هو بيقول getting older او aging معناها التقدم في السن ان الواحد يكبر يعني مش ان هو يصغر يبقى سي غلط عشان كلمه تجنب الصغر. طيب دي لا احد يريد تجنب صغر السن برضه ديت خطا هو المفروض aging اللي هي التقدم في السن مش صغر السن. وبناء عليه بيه هي الإجابة الصحيحة شوف أسئلة القصة اللي هي جزيرة الكنز أو Treasure Island Do you think Dr. Lefsay and his men were worried about Jim and why؟ Yes, uh, because they knew about Silver and his bad intentions uh, to kill Jim and to kill everyone else لأنهم كانوا عرفوا من خلال Jim عن نوايا Silver الإجرامية إن هو كان عايز يموته ويموت دكتور ليفزي والجميع لما يجدوا الكنز. وعرفوا طبعاً إن هو إيه كان في الأساس بايرت قرصان وكريمنال ما هواش سيلر يعني. نمبر 2، was it clear that Mr. Trillاني wasn't afraid؟ Yes. Okay. Trillاني was not afraid because he uh, asked men to use guns and he used his gun Uh, also, so he was not afraid. type three. what do you think made Jim decide to go with Silver onto the island؟ يعني he wanted to uh, discover the place of the treasure. وكمان Jim is a brave uh, young man، or رجل شجاع، ان هو كمان يطلع الرحلة دي من أصله، يعني من الأساس to come to the island to try to find the treasure. with Dr. is this also means that he is a brave young man. بالنسبة بقى للآسي نرجعوا للفيديوهات اللي احنا عملناها خصيصاً لإزاي نكتب المقال بالتفصيل للاستفادة وإن شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمة نحل اختبارات أخرى ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.